تحياتي لكم، مساء الخير ومساء الورد ومساء كل شيء حلو. ان شاء الله يا رب هيك تكونوا صحيين اليوم، مبسوطين، متفائلين، وحتى الشغلات الحلوه هيك تحطوها ورا ظهركم، الاشياء المش حلوه سوري حطوها ورا ظهركم وتركزوا على الاشياء الحلوه. تحياتي لكم جميعا، واكيد ان شاء الله يا رب نهاركم يكون سعيد، واكيد ان شاء الله يصير اسعد مع هالوصفات الطيبه رح نقدمها اليوم من خلال برنامج تحتين وهنا ومع الشيف خميس. اكيد كيفك شيف؟ كيفك؟ مساء الخير بنتا، ومساء الخير على كل الساده المشاهدين والمتابعين. وزي ما حكيت فانيتا، كل الاشياء اللي مش حلوه حطوها ورا ظهركم وابدوا نهاركم هيك بطاقه ايجابيه وبس. ان شاء الله يا رب عن جد تكون هيك ايامنا حلوه ان شاء الله ونهارنا سعيد. وكمان وصفاتنا اليوم يعني مثل ما وعدتهم، احنا حكينا بالوصف الاولى وقلنا لهم رح نعمل تشيكن ستراجانوف بالضبط. وشو كمان بدنا نعمل؟ نستخدم الهوت دوغ اليوم، نعمل سلطه باللبن كثير طيبه ورح من الوادي طبعا، واللبن رح يكون من طيبه، ورح نعمل كمان حلا بارد هيك بالقهوه. فرح تعجبكم حلقات اليوم، وصفات اليوم مش حلقات اليوم، الهدوء هذا اللي واضح. انا ان شاء الله يكون هدوء ما قبل العاصف، ما يكونش مستمر خلال الحلقه، لانه انا مش حابه يعني نفسي اذا تدخلوا جواي بتلاقوني مش حابب الهدوء اللي انا فيه. بس تفضلي شيف خميس. يعني لا هو واضح الحلقه من اولها كلها حطوا الاشياء الحلوه ورا ظهركم حلقات اليوم يعني شوفوا عاد. على كل حال مثل ما قال لكم شيف خميس، عندنا وصفات كثير طيبه لليوم، فخليكم معنا خلال الحلقه اكيد عن طريق الفيسبوك، احضرونا على اللايف على عمان تي في اوفيشال، وعمان تي في كيتشن برضه راح يكون في لايف، واكيد احضرونا كمان عبر شاشه التلفزيون، اسمعونا، دردشوا معنا وابعثوا لنا تعليقاتكم، مع انه احنا لسه ما فكرنا مين خميس ومين بنتا اليوم، بس اكيد رح نطلع لكم بشيء. خافوش مبين حلقات اليوم وخلوا مبين الامور كيف. 100%. فخليكم معنا على اللايف واحضرونا بكل تفاصيل حلقتنا، ورح نبلش معكم باول وصفه. نعم. بالتشيكن ستراجانوف. يلا. تشيكن ستراجانوف عندنا معلقه كبيره زبده من المراعي، ربع كوب زيت كرم، كيلو صدر دجاج، ثلاث حبات فلفل اسود حلو ملون، وبصل مقطعة، علبة فطر طازج، معلقة كبيرة ثوم مهروس، باكيت فريش كريم من المراعي، معلقة كبيرة هريس البندورة، كوبين مرق دجاج، ملح وفلفل أسود، وكمان بتقدم مع أرز بسمتي من كرم. انتوا لاحظتوا انه اكثر وقت بحبه خميس انه يطرطق فيه وقت ما اكون عم بقرا المقادير. صح؟ انا بقول لسه بدري كثير على انه نتخانق، لسه الحلقه ضايلها 55 دقيقه، فانه نبدا بدري فانيتا هذا الموضوع مش منيح. خلص طيب. انت ما شفت الستوري؟ بدل ما اقول لك كيفك فانيتا بقول لك كيفك سعاد. سعاد؟ مش عارف. اي حدا حضر الستوري هي، بس لا انا كنت قاصد لمزح. كنت قاصد خلص. بسيطة مو مشكلة. طيب بدنا نحط زيت كرم جوا الطنجرة أول شيء. تمام. أوكي. أوكي. طبعاً إحنا اليوم راح نستخدم صدورة الدجاج. أنتوا أكيد إذا عندكم دجاج مسحبة كاملة بتقدروا تستخدموها. فخذ الدجاج بضيف كمان دسامة للأكل. حلو. راح نضيف هلأ كمان زبدة من المراعي. تمام. أوكي. بعد هيك هنحط عليهم البصلات. إذن إحنا عملنا ميكس. بالضبط. من زيت كرم طبعاً. اللي هو زيت الذره اظن اللي انت استخدمته، ولا زيت دوار شمس؟ لا احنا استخدمنا زيت دوار شمس. بالضبط. وعملنا الميكس الثاني هي الزبده من المراعي طبعا، واستخدمناهم الاثنين مع بعض لحتى نعمل هيك نكهه غير شكل بالمنتجات الموجوده. مزبوط. هلا بدنا نقطع عليهم الثلاث انواع فلفل والفطر. تمام. اللي اكلته مين؟ اللي اكلتهم دانا. برافو عليكي. كم حبه اكلت؟ اكلت لها هيك ابو 30 40 حبه. 30 40 حبة؟ يعني هي العلبة نفسها ما فيها 30 حبة، يعني هم نفس المشاهدين نفسهم. مش رح يصدقوا انا شو بحكي، بس مش مشكلة، ما انا متبلي فانه ليه اتبلى على رقمين يعني. مبالغة بالاشياء اللي بتاكليها، ملاحظة انت دانا بهذا الموضوع؟ بالضبط 100%.
طيب خلينا نصبح او نمسي على كل قاعدين عم بيبعثوا لنا، في ناس رح نصبح عليهم، في ناس رح نمسي عليهم. اول شيء بدي اسلم على نهاد ابو عطيه، تحياتنا لك حبيبتنا، مساكي ورد مثل الوردات اللي عم تبعتي لنا اياهم. سوسن السيد كمان بدي اسلم عليكي. امل نفاع، تحياتنا لك، زمان عنك يا امل، مشتاقين لك كثير، وبدي اقول لكم كمان شعنين مبارك عليكم، وان شاء الله ينعاد عليكم جميعا لكل اخواننا المسيحيين. وبدي اسلم على صفاء صندوقه، تحياتنا لك كمان، بتقول كيف صحتكم، يسلم ايديك ويعطيك العافيه على هاي الوصفات. شكرا الساكيه. شكرا على سؤالك يا صفاء، احنا صحتنا منيحه ان شاء الله، انت دائما تكوني منيحه كمان. ايمان عاور تاني برضه بتقول منور احلى شيف واحلى فانيتا، يعطيك العافيه يا رب. شكرا يا ايمان، شكرا، تحياتي، اهلا وسهلا. وغصن او غصون ما بعرف، بدي اقول لك يسعد مساكي، حلو اسمك كثير ونورتي برنامجنا، هاي اول مره بقرا اسمك، ان شاء الله تكون متابعين اللي لك فتره معنا. ام عادل الهندي، تحياتنا، اهلا وسهلا. ام عادل كان نتسلم عليك شيف خميس، بقول لك بدايه اسبوع سعيده عليكم، وصفات طيبه، تسلم ايدك. اهلا وسهلا ام عادل. واكيد ما بدنا ننسى اخلاصه، يا اخلاص المناصير، مساكي سعيد، تحياتنا لك برضه، بتقول لك حبيت كثير الوصفات يا شيف خميس اليوم. يسعدكم واهلا وسهلا فيك اخلاص وكل الساده المشاهدين والمتابعين. الفكره اليوم انه احنا عم نغير، بنطلع شوي عن المألوف، الناس بيعرفوها انها بيف استريغانوف، بس بما انه حكم القوي على الضعيف هون بالقناه، وانه ليش مش دجاج وليش مش عارف ايش، احنا عملناها يمكن قبل سنه ونص تقريبا، مش عارف امتى بس عملتها انا متاكد، برضه نفس الشيء استخدمت نفس الاسلوب. فبنحاول نغير عشان الناس اللي ما باكلوا لحم كيف ممكن ياكلوا الوصفات الثانيه. طبعا واحده من اهم الوصفات اللي انا اليوم يعني عم بطبخها هي وصفه عالميه معروفه كثير، طبعا هي لازم يجي فيها كمان مخلل الخيار، احنا مش هنضيف اليوم مخلل الخيار عشان بس المره اللي فاتت الناس ما صغت الفكره، ولكن هي فيها مخلل الخيار كمكون رئيسي عشان صح. نكون عارفين هاي الوصفه اللي مخلل الخيار فيها مكون رئيسي. لازم نقلب الخضره بالبدايه، تمام. هلا موضوع الفلفل الملونه وهي الاشياء هذه في عدم اجماع عليها، يعني في ناس بيقول لك لا اصلا بيجيش فيها كريمه، وهي بتنعمل بدبس سوري مش بدبس، بديمي جلاس اللي هو خلاص الصوص خلاصه العظم، اللي هو بياخد وقت من 48 ساعه تقريبا غالي على النار بالعظم، عظم الاجل، بعد ما نشويه مع الباقة العطريه. هذا بيكون بيف لما بتكون هلا اجمالا البيف ستروغانوف هيك الناس بتحكي عنه. هلا ان كان البيف ستروغانوف بده الديمي جلاس اللي احنا عم نحكي عنه، اللي هو بياخذ تقريبا 48 ساعه غالي على النار، هاي الاشياء بتاخذ معنا وقت عن جد بالفنادق، فما تستهينوا بهذا الموضوع، يعني ممكن تفوتوا على بوفيه يكون الصوص اللي عم تاكلوا منه له 48 ساعه عم بتجهز. اوكي، هو عباره عن عظم العجل بندخله على الفرن بنحمره ما بنحرقه، بعدين بنكون مجهزين له الخضره، وبعدين بنقلبهم مع بعض بطنجره، وبعدين بنغمرهم بالمي وبنتركهم على النار لدرجه حراره كثير واطيه لمده تقريبا يعني خلينا نحكي 48 ساعه. طب واضح شوف خميس تحب اللحمه اكثر من الدجاج، ولا تهيأ لي؟ صراحه انا بحب اللحمه اكثر من الدجاج. طب هذا سؤالنا للمتابعين، بس هو الوصفه، هذا سؤالنا للمتابعين، دجاج ولا لحمه؟ مين خميس بحب اللحمه؟ شوفوا كيف وقعتني اكثر. اوكي، ومين الدجاج زي بنتها؟ فمين بحب اللحمه اكثر، مين بحب الدجاج اكثر؟ فشاركونا هذا هذا شاركونا على طبعا اللايف على هذا الموضوع. قد ما حكوا فاصل بطلت اعرف احكي. طيب ماشي، فشاركونا على اللايف اكيد، قولوا لنا مين بحب اللحمه اكثر، مين بحب اللحمه الحمراء يعني، ومين بحب الدجاج. واكيد احنا رح نطلع لفاصل صغير، من بعدها رح نرجع معهم بالضبط، بس نكون مقطعين كمان الفلفل. يلا يلا. رجعنا من بعد الفاصل ومكملين معاكم بحلقتنا لليوم، بلشنا بالتشيكن ستروغانوف، وبما انه شيف خميس حكى حكم القوي على الضعيف، فانه هو بحب البيف يعني ستروغانوف اكثر انه من تشيكن، وانه انا اللي خليته يعمل تشيكن ستروغانوف، يلا مش مشكله. فكان سؤالنا لكم، مين بحب اللحمه مثل شيف خميس، مين بحب الدجاج؟ فابعثوا لنا شو بتفضلوا، واللي بحب الاثنين كمان برضه يبعث لنا انه بحب اللحمه والدجاج. بالضبط. هلا على فكره في كثير ناس بهذا الموضوع راح يشاركونا، انا متاكد، انا متاكده كمان انه عن جد في ناس كثير انا الدجاج بحبه وصفات وصفات، واللحمه بحبها كمان وصفات وصفات، يعني مع اثنين ولكن ميال للحمه اكثر الحقيقه. تمام، ايش بتحب اكثر شيء من اللحمه؟ ايش انو قطعه؟
صراحة أنا بحب الرقبة. يعني بحب الرقبة وبحب كمان الريش كثير. أوكي. آه بتعرف إنه أنا حسيت لاحظت. أقول لك شغلة، وين في مكان في عظم أنا بحبه. أوكي. أنا ما بحب القطعة اللي ما فيش فيها عظمة، لأنه المنطقة اللي فيها عظمة بتكون نسبة الدهن فيها أعلى، ومش الدهن، الدسامة تبعتها، وبتكون أطرى. أوكي. أوكي. لما بتكون قطعية اللحم اللي إحنا عم ناكل منها بعيدة عن إنه تكون مثلاً، ليش الكتف أطيب أنا بالنسبة لي من الفخذ الخروف؟ لأنه الفخذ بتيجي كاملة هيك، أما الكتف العظمة ماشية باللحمة بكل تفاصيله. أوكي. لما بيكون في العظم موجود بكثرة بتكون اللحمة كتير أطرى. أوكي. أنا هيك وجهة نظري. فهمنا عليك يا شيف خميس، وهاي معلومة جدا مهمة صراحة. يمكن في ناس كتير بالنسبة لإلهم إنه بحسوا إنه، يعني أنا مثلا حتى الجاج بحبه بدون عظم، يعني بفضله، عرفت؟ أوكي. بس إنه في ناس عن جد زيك بحبوا القطعة كاملة مع العظم وهيك، وبحسوا عن جد إنه هي الدهنة هاي بتعطيها النكهة أكتر. بس أنت كمان بتعرفي إنه هذا الحكي كمان بالجاج. بس أنا عشان هيك ما بحب الدهنة. أوكي. لأجل ذلك. أوكي. طيب. فخذ ولا سفين أنت بتاكلي؟ لا أنا صدر يعني. أوكي. بالضبط، الإشي الناشف اللي. أوكي. اللي ما فيه دهن كتير. ممتاز. طيب اذا شيف خميس، احنا قلبنا الخضره قبل الفاصل وقطعنا كمان الدجاج وحطيناهم كلهم مع بعض. صح؟ بالضبط. هلا بدنا نضيف عليهم الثوم. أوكي. احنا هلا عم نقلب الدجاج مع الخضره. بدنا نضيف عليهم الثوم، وبعدين راح بس نقلبهم شوي، راح نضيف عليهم معجون البندورة، وكمان بدنا نضيف مرقه الدجاج. تمام. أوكي. اوكي. اذا بنعمل بيف ستراغانوف بنستخدم مرقه لحمه. أوكي. اوكي حلو. تومي هذه على فكره. حلو. عادي لو نزلت هيك على الراس، لو نزلت هيك على الجاكيت. الجاكيت عادي، ما في مشكله. مش مشكله. طب خلينا نشوف المتابعين واحنا بننزل التوم يا شيف خميس. يلا شوفي. بدك هاي القطعه اليوم ولا لا؟ خليها عندي. طيب. نسلم على محمد علوي، تحياتنا لك يا محمد، وعلى ماهر توتنجي، تحياتنا لك. نادي قرقش، يسعد مساكي حبيبتي القلب، كمان تسلم علينا شيف خميس. ومها يونس، منورين. انا بحبك كمان يا مها، كثير كثير كثير. ونادي بتقول اشتقنا لكم. وينك يا نادي؟ انت غاطسه على فكره، ما عم نشوف اسمك كثير. خوله عمارين كمان اسلم عليكي، بتسلم علينا وتمسي علينا انا وياك يا شيف خميس. تحياتنا، اهلا وسهلا. وغصن كمان تقول حبيبه قلبي انت الاحلى. غصن ولا غصون؟ غصن اظن، أنا لانه ما في دبل او، في او وحده. أوكي. غصن، قولي لنا غصن ولا غصن؟ انا حاسه انه غصن. تحياتنا لك اكيد كمان مره. الين، تحياتنا لك، تقول يسعد مساكم من الدنمارك. شيف بدنا كرات الجبنه وكرات البطاطس. حاضر حاضر يا الين. محمد شريدي كمان بدي اسلم عليك. وروز، شو هالاسم، شو الاسماء الحلوه. تحياتنا لكم. وجدان، تحياتنا لك. غصن، هلا بشوف هاي المشكله اذا من عندنا ولا لا. وجدان بتقول يسلم ايديك يا شيف، الاكله هاي انا كثير بحبها وانا بحط معها ديمي جلاس. احسنتي. تحياتنا. تحياتي لك. ماهر بقول فريق مشجعين الدجاج. هي ماهر 1-0 لك مبدئيا. وعندنا ناديه بتقول انا بحب التنين بس برجح اللحمه. واحد واحد. واحد واحد. مها بتقول طبعا بحب الدجاج والفخدة وبس. كل حدا راح يحكي جاج زي دانا. مين؟ دانا كمان. كمان دانا بحب الفخدة. اكيد دانا، اذا انت حكيتي جاج راح احكي. لا هي بتحب الفخدة انا قصدي يعني. اوكي 100%. ومين عندنا كمان؟ وجدان بتقول انا بحبها هاي الاكلة بس انا بحب اللحمة. ممتاز. يلا هيك تفاعلوا اكثر، بدي جماعة اللحمة يرفعوا ايديهم 5 مرات هيك تعليقات لكم. خلاص اكيد جاج. خلاص مناصير طبعا. ورنا اشحاده بتقول انا بحب اللحم اكثر، خصوصي طنجره الدوالي مع الريش. انضمي الى فريق خميس. عصابه الرداء الاسود عندي، عصابه الرداء الابيض عندها، لانه صراحه يعني هذا الحكي صح. شفتوا شو حكت؟ دوالي مع ريش. تخيل دوالي الدوالي او لا، مش مع جاج اكيد. مع جاج يعني كمان. هلا صرتي قلبتي انت على موضوع الجاج. انا يلنجي وبس. هي الدوالي يعني بس انه بدون لحمه ولا جاج ولا شيء. اوكي. طيب نوال فيومي بتمسي علينا كمان، تقول لك يسلم ايديك على هالوصفات حبيبتي نوال، مساكي ورد وفل وسعاده. تحياتنا. ام عصام الرواشدي كمان تحياتنا لك. تحياتنا، اهلا وسهلا. بدي احط الملح والفلفل وانت عم تاخذ التعليقات. يلا اوكي. سوسن بتقول على حسب الطبخه، المقلوبه بالدجاج بس بحب اللحمه بالمنسف والفته الغزاويه بتطلع طيبه. الفته الغزاويه كمان باللحمه؟ لا هذه متذوقه الحقيقه. طبعا اي سوسن. يعني اقول لكم شغله، انا بالنسبه لي القدرة، المنسف، الزرب. يعني عملت جد زرب لحمة وجاج أنا عندي على الهلا، بس بيصيروا هاجموني، بس أنا بحكي لكم الأشياء اللي أنا ممكن أكل فيها لحمة. البامية. المقلوبة لا ما بحبهاش أبدا مع لحمة، عشان أكون معكم واضح. أوكي.
ورق العنب مع ريش او مع يعني اي شيء لحمه صراحه يعني. بحب الطبخات اللي فيها لحمه زي الباميه فقط، بحبش طبخات ثانيه. اكيد ملوخيه بتزبط يكون اكيد مع لحمه او مع دجاج، عادي ما بفرق معي، ولكن باميه، قدره، مندي، لا مش مندي، منسف وزرب، هدول اكثر شيء صراحه ما بتزبط مع دجاج صراحه. لا يعني انت اللي ذكرتهم بحس مستحيل يزبط مع دجاج، مستحيل مزبوط يعني، يا بدون لحمه بالمره يا مع لحمه. بالضبط ما بزبطوش اصلا غير هيك. نوال بتقول انا التنين بعشقهم بس يعني بحس اللحمه اكثر. نوال صفي، احسنتي، بفريق خميس، احسنتي نوال، هيك موتك يا نوال. بدنا دانا تاخذ بس الكورت بالاخر نشوف مين اكثر. فكرك معي فاضيه لك تجوز معك راح تغش 100%. هلا مفاجاه كانت يعني لدانا. بالضبط. حنان نص بالنص، كيف بدك تقسمي حالك هلا يا حنان؟ نص مع فريق خميس، نص معي. حنان معي بس خلص. والله لا معي انا. طيب اوكي. طيب مين كمان؟ رنا عموري بتسلم علينا، تحياتنا لك يا رنا، اهلا وسهلا يا رنا. غصن بتقول انا اول مره بسمع حبين اللحمه. رنا عموري انا كمان، بس يعني ممكن تكون بعتت مع كثره التعليقات، يمكن في اسماء ما بنشوفهم ما بنعرفهم. انا هلا عم بتعرف على اسماء جديده، وكثير مبسوطه انكم معنا صراحه. مزبوط. غصن بتقول انا بحب اللحمه خصوص الريش. احسنتي، صفي مع خميس، احسنتي، صفي على الدور وراي لانه هيك المزبوط 100%. وميسر الهجاوي تحياتنا لك حبيبتنا كمان، بتمسي علينا شوف خميس بتسلم عليك. تحياتي، اهلا وسهلا يا ميسر. ميسر صراحه من الناس المتابعين حتى على صفحتي، كثير فعاله كمان، تحياتي لها اكيد 100%. في صراحه تعليق من ماركلا اعرج، في اسمها تعليق، تعليق تعليق. انا التعليق شوف خميس، تعليق انت حكيت. طب معلش، يلا مش مشكله، بس نضلنا مركزين على اهميه التعليق، يلا، لانه مهم يعني. يمكن بحب قولي انك تسمعي دانا عم تحكي، لما نذكر المقادير يا ريت اذا حكينا علبه او هاي نحكي قد ايه الكميه. اوكي، يعني نحط بالمقادير انه كميتها مثلا 250 500 هيك يعني. بصراحه هو صراحه لا صراحه تعليقها بمحله ومعلومه جدا مهمه. صح معك حق يعني. ما انا عارفه، انا ما هو هذا التسميع، ما هو هيك. طيب ما بين السطور، فاهمه بالضبط 100%. بدي اضيف معجون البندوره. حاضر ولا يهمك، راح نصير نظبط هذا الموضوع. تمام. معكم حق والله، علبه حليب مكثف هلا راح تلاقيها بالوصفه. بدنا نعرف قد ايه الحجم، صح، قد ايه كميتها 100%. اتليس لو بنقدرها راح احكي لكم تقدير. لو ما كنا كاتبين راح اكتب لكم اياها انا، ما في مشكله. طب سؤال، شوف خميس انت حطيت رب البندوره؟ حطيت رب البندوره. بنضيف هو اساسي ام لا؟ انا بالنسبه لي بحبه كثير، انه الصوص يطلع تبع يطلع هيك لون الروزيه، لانه هلا رح نضيف كمان كريمه المرق. تمام. هلا بدنا اياهم يغلوا مع بعض شوي، ناسس الطبخه اللي احنا دائما بنحكي عنها. لما بتغلي الخضره مع الدجاج مع المعجون البندوره رح يصير في عندي اساس للصوص. أوكي. اول ما يغلوا مع بعض لمده دقيقتين تقريبا رح نضيف عليهم الكريمه من المرايب. الهدف من الموضوع عشان ندسم الاكله والتيست تطلع صح. اذا اضفنا الكريمه مباشره مع المرق هون رح نمنع بكثافه الكريمه انه الدجاج يغلي اكثر مع المرق اللي موجود، ورح يطلع الصوص تبعتنا زاكيه ولكن مش دسمه، ما فيها التيست المضبوط. اتفقنا 100%. وعشان هيك رح نخليهم يغلوا مع بعض، وبعد هيك رح نضيف عليهم الكريمه. يلا طيب تفضلي. بس تسلم على حنان تقول لك تسلم ايدك، ومنى الهاشم تقول نورين، وكندا بتقول بتحب الدجاج اطيب من اللحمه. صفي جنبي يا كندا. وفي اسماء عن جد جديده عم بقراها شوف خميس. فراس عم بيقول افضل اللحمه انه اسكى. كمان يعني منى بتقول لك انا بحب اللحوم لاني ما بشوفها كثير. ليش يا منى؟ فراس كمان مره تحياتنا لك. رنا فريق مشجعين اللحمه. والله صار في تشجيع هلا. طيب انت اصلا اسهمك طالعه يا رنا عند شيف خميس، فيلا مش مشكله. اكيد طبعا يا دانا طبعا. طيب اذا شيف خميس، نعم، احنا رح نتركها تنطبخ مثل ما حكينا هلا. بالضبط، خليها تغلي مع بعض هيك، تغلي الدجاج والخضره اللي حطيناها كلها مع بعض مع رب البندوره ومرقه الدجاج اللي بتتقدم طبعا مع رز بسمتي من كرم زمزم. واكيد منتجات كرم زمزم كلها الموجوده معنا، ان كان الرز حبه متوسطه او الحبه الطويله، وكمان غير هيك الزيت وايضا المعلبات الطيبه الموجوده عندهم والكاتشب وايضا الخل، وكمان في عندهم ما بدنا ننسى انه في خلطه ام علي
وخلطة الفلافل اللي لازم نجربوهم من عند كرم زمزم. مزبوط. طيب احنا عندنا رز البسمتي من كرم، انا غسلته طبعا وبعدين نقعته بعدين طبخته. هلا بدي اضيف على وجه الرز لما بجهز الزبدة من المراعي، اوكي بهذا الشكل. الزبدة راح تضيف لي طعم وطراوة للرز بشكل كثير زاكي. يعني كيف ممكن الواحد يقاوم هذا الموضوع يا شيف خميس؟ زبدة مراعي، جبدة المراعي، ولا كمان العصائر تبعت المراعي؟ يعني كيف وكريمة المراعي، العصائر اللي عم نشرب فيها احنا طبعا، جد كيف احنا ممكن نقاوم هاي الامور كلها؟ بالضبط. اسمع، احنا لما بتوفر عندنا المكونات اللي الكواليتي تبعتها والخامه تبعتها كثير بتكون كثير كويسه، بتلاقونا اشتغلنا فيها بكل اريحيه ومن دون خوف. يعني لما بيكون عن جد عندنا هاي الكريمه وعندنا هذا الرز وعندنا، بدنا نطلع لكم اكيد بوصفات اكيد رح تعجبكم. اكيد. طيب انا سمعته بحكي شيء صح، حكى فاصل، اذا رح نطلع لهالفاصل الصغير وانا هيك بدي احاول اقرا التعليقات كمان. شو رايكم نطلع واحنا عم نضيف الكريمه؟ يلا ليش لا، يلا فاصل صغير. من بعد الفاصل ومكملين بوصفاتنا اكيد معاكم مع الشيف خميس. طبعا الوصفه الاولى احنا خلصناها هيك شيف خميس، حطينا الكريمه وخلص، بنستناها تغلي. رزاتنا جاهزين 100%. اوكي، فاحنا الان سوف نقلع الى وصفتنا الاخرى. يلا اذا ناخذ مقادير السلطه. نعم يلا. سلطة الهوت دوغ مع اللبن، عنا بكية هوت دوغ من الوادي، معلقتين كبار زبدة من المراعي، علبة ذرة خس مقطعة، كوب بندورة كرزية، نصف كوب لبن من طيبة، ربع كوب عصير ليمون، نصف كوب زيتون أسود شرائح، ومعلقة كبيرة خردل، ملح وفلفل حسب الرغبة. من بعد ما اخذنا مقادير السلطه خلينا نبلش معاكم بهالوصفه، وبس خلينا نذكركم انه طبعا احنا الهوت دوغ مستعملينه اليوم من منتجات الوادي. طبعا منتجات الوادي اللي موجوده معانا كمان في منها كثير شغلات خد نفس اللي احنا بنحبها. في عنا طبعا صدورة الدجاج، او هو خلينا نحكي فيليه الدجاج اللي هي من صدورة الدجاج. في عنا الاشياء الحارة، في عنا الاشياء العادية، في عنا كرات اللحم، وفي عنا كمان البرجر بكل انواع، ان كان لحم دجاج بالسكالوب. اوكي بالسكالوب كمان، انا احب السكالوب. وعنا الهوت دوغز اللي احنا رح نستعملهم اكيد اليوم، هي اول مرة يمكن عم نستعملهم. لا انا استخدمتهم مش معي يمكن. اوكي طيب برمضان برمضان استخدمتهم. اوكي طيب اذا شيف خميس. نعم. شو سر هالسلطه؟ سر هالسلطه انه خارج عن المألوف. اوكي، يعني دائما الناس بتروح مع الخضروات كثير من دون وجود البروتينات جوا السلطات. اكثر شيء احنا متعرف عليه والله مثلا بدي سيزر سلطه مع تشيكن، يعني معروف هذا الشيء، او الرقة حط لي عليها صدر دجاج للناس اللي بيكونوا بيحبوا ياكلوا، بيكونوا عاملين دايت او بيحبوا ياخذوا سلطه مع شيء بروتين، لانه بتكون هي وجبه بالنسبه لهم، فهم عم بيكملوا العناصر الغذائيه الموجوده بالسلطه. صح. ولكن اليوم احنا بدنا نعمل سلطه مع الهوت دوغ الموجودين عند الوادي بطريقه كثير كثير طيبه. اول شيء بدنا نعمله، بدنا نقلب ونزبدها. بدي اشوف تحديك هلا بفتح. رح نقلب الهوت دوغز بالزبده. تمام. من المراعي اول. اوكي اوكي، انا حطيت هلا الزبده. سربرايز، دخلوها عنا على الهواء، دخلوها. طيب بدنا نقلب فيهم الهوت دوغز اول شيء. تمام. كيف حالك تمارا؟ شو الاخبار؟ تمارا عبد الهادي هون. ما انا خفت احكي عشان ما يعرفوش ليش موجود. انا بحكي بسم الله الرحمن الرحيم، بكفي الموقف خصوصا نوال. رح تعرف ليه تمارا موجوده. تمارا موجوده نوال. بالجلد. نوال تمارا موجوده بالجلد، في كمان حدا معها. نوال خلص فهمت، عيب هذيك المره بتقول لي لا لو سمحتي. طيب فهاني بدي اسلم عليك، بتقول انا بحب اللحمه اكثر من الجاج، صار ريحه اصبعي هلا تومه. اوكي توم. طيب محمد زكي عم بحكي تحياتنا للإعلامية المبدعة بنته والشيف الرائع خميس خويدر، انا بحب اللحمه بيني اكثر، خاصة صينية الريش. يا عيني
والله هي ربا المصري بصراحه البرياني والهندي والبخاري بده دجاج والشاورما. مزبوط. وعندنا كمان هنادي بتقول حسب الطبخه، ميثاق مرات لحمه مرات دجاج، بتحب توازن ميثاق. تحياتنا لك حبيبتي القلب. وعندنا كمان ربا بتقول انا اكيد لحمه المشاوي. لميس بتقول يسعد مساكم منورين، ما في مقارنه طبعا اللحمه اطيب. مين هاي؟ لميس. لميس عن جد انك ذويقه انت، كلكم ذويقين يعني. كل اللي قالوا لحمه ذويقين، عشان واللي حكوا دجاج بلاش يزعلوا مني لانه احنا عن جد ما هو لحمه ودجاج. بدي اسلم كمان على فايز دبوبي، تحياتنا لك يا فايز. وام عصام الرواشدي من محبين الدجاج وصدورة الدجاج فقط زيي، تحياتنا لك. هديل كمان تحياتنا لك، تقول انا بحب اللحم الكفته الناعمه بس اما القطع الكبيره ما بستصيغها. طب انا عندي سؤال هلا خطر في بالي، انا بعرف ناس ما بتاكل لحم مفروم ابدا. ابدا بقول لك انا اللحم المفروم ما باكلها، لا باكلها قطع كامله لا. فيعني كمان نشوف في ناس منهم هدول معنا هون. 100% بدي احط الملح والفلفل اوكي بس على الهوت دوغز ونقلبهم. لو في شوية ثام هيك زعتر مثلا اشي احطهم مع الهوت دوغز كمان بيطلعوا كثير طيبين. أوكي. حنان بتقول ليه ما قرات تعليقي؟ لانه صراحه حنان قرات الاسم وطلع التعليق مباشره. اكيد علقتي لحمه، اكيد علقتي لحمه فهي ما بتخرب. لا فارجع ابعتي لنا وقولي لنا ايش اللي بعتيه، بحب يخرب بيني وبين المتابعين. شوف خميس ارجع ابعتي لنا لانه هو طلع التعليق مباشره هيك لفوق، وبطلت انا لما يطلع التعليقات لفوق بطل اقدر انزل فيهم للاسف للاسف مزبوط. للاسف. ويا ريت هذا الاشي يعني يعني بحب انه يكون غير علقي دجاج بتقرا لك تعليق. الله يسامحك الله يسامحك، شو بحب باسفن هيك فتيشه يعني هواي مروحه كونديشن. طيب انا عندي اخو هيك بوجه له تحيه، اخوي محمد بعرف شو قاعد يعني، وهو قاعد لازم ضله كذا كذا هيك بس انا مش قصدي، اكيد احنا بنمزح. ابدا ما بنمزح، اكيد ما تاخذوا حكيه بجديه يعني. اكيد خذوا بس وصفاته. طيب بدي اضيف هلا على الخس اللي عندي هون مقطع البندوره الكرزيه. تمام. وكمان بدنا نضيف الذره وبدنا نحط كمان الزيتون الشرائح. اوكي. وبدنا نعمل الدريسنج واللي هو راح يكون بالمسترد مع اللبن من طيبه. يا عيني يا شيف خميس، هلا شو هالاختراعات الطيبه. شوفي هلا هدول جد. ثانك يو، شكرا يا بنتي. اوكي خلي بس انا بدي ياخذوا لون هيك من برا. هو كل شيء اخذ لون عندك. لا كمان شوي لسه. اوكي كمان تمام. شوي قليلا يعني قليلا. تمام. هلا بدي احط الماسترد على الليمون. اوكي بعدين بدنا نحط اللبن من طيبة. طبعا اكيد خلينا نذكركم انه لبن طيبة مدعم بالبري بايوتكس، فهو كثير منيح للجهاز الهضمي. يعني احنا اليوم بحاجه لهي المكملات وبحاجه للبري بايوتكس للبرو بايوتكس، كل هاي الشغلات اكيد لحتى نحسن من البكتيريا النافعه اللي موجوده عندنا بالجهاز الهضمي. وكمان ممكن الواحد ياخذها كمكملات، ولكن طالما في عندنا لبن ممكن يساعدنا بناخذ فوائد اللبن قاعدين وبرضه البري بايوتكس. بالضبط. هلا بنحط الملح والفلفل ونحركهم مع بعض. أوكي. هيك بيكون عندنا الهوت دوغ كمان اتحمر واخذ اللون اللي احنا بدنا اياه. تمام. اوكي. موافقين يا شيف خميس. حركهم مع بعض. اوكي. هاي تحريكه سريعه. اوكي. طبعا هذا الدريسنج بقعد عندكم 5 أيام بالثلاجه، ما بصير عليه شيء اذا سويتوه. يعني بتقدروا تسووه وتخلوه. منيحه هاي المعلومه والله. بالضبط، لانه اللبن موجود، الماسترد، عصير الليمون، كلهم راح نحفظوهم لمده يعني خلينا نحكي 5 أيام ما راح يصير عليه شيء. اوكي. اوكي. منال بتقول دجاج. تفضلي يا منال. والله عن جد متفاعلين كويس. كثير ميسر من عشاق اللحمه كل حالاتها اكثر من الدجاج. يعني بصراحه شيف خميس كثير بتفاعلوا مع الاسئله تبعتنا، ولكن للاسف انه عن جد مرات ما بلحق اقراهم يعني ما بين الوصفات وما بين الهاي، وكمان حلقتنا بتعرف يعني مزبوط. مرات ما بنلحق كل شيء، بس بحب انه يعني انت مرات تفوت تشوف التعليقات تبعتهم تعرف مين بحب اللحمه اكثر من الدجاج، نعمل وصفات على حسب شو بحبوا. اوكي عم بيحكوا وصفات طيبه كثير، كمان عم بيجيبوا سيره شغلات طيبه. اوكي حاضر. فبدي احكي لإلن بتقول انا من الدنمارك بس اللحمه بس كمان مش كثير لانه هي اكثر نباتيه. حلو اكيد حبيت الموضوع. وهديل بتقول لك شكل هالوصفه بتشهي، اظن عم تحكي على التشيكن ستريغانوف، انا مصر احكي بيه. فاديه تحياتنا لك، نسلم عليك يا فاديه.
بتقول انا ما بعرف اشتري لحمه، يعني كل قطعيه لاكله معينه ولا لا؟ يا ريت يا شيف تشرح لنا بحلقه، تعمل حلقه تشرح لهم اكثر عن قطعيات اللحمه شو بتناسب اكثر من الوصفه. حاضر، يعني هذا موضوع كمان كثير مهم. بالضبط، حاضرين ولا يهمكم. حلو هذا الطلب يا عمل. وكمان شغله بحب كثير عن جد، احنا دائما صرنا نطلع بفقره انا وبنتا، فقره انا وهي يعني بالاخر، انه كل حدا فينا شو بحب وهيك، وبنتناقش معكم وبنعرف منكم وجهات نظركم بهذا الموضوع. اذا عندكم اسئله حابين عن جد تعرفوا شو فانيتا بتحب وانا شو بحب وهيك، بنفوت كمان انتم تكونوا طرحين علينا الموضوع كمان معنا. 100% اكيد فيه. والله نوال اظن مره اقترحت انه زبكم احكوا لنا الاسئله واخلاص، فانه حلو عن جد ابعثوا لنا ايش بتحبوا يكون السؤال التفاعلي. بنحب انه يكون في دائما هيك تفاعل بيننا وبينكم، كثير عم بحب انه احنا قاعدين عم ندردش كمان وعم نحكي بهاي المواضيع. مزبوط. وحلو انه عم نعرف شو رايكم كمان، بنحب نعرف انتم شو بتحبوا. مزبوط اكيد. صح؟ مليون بالمية صح، اكيد بتفق معك. هلا اللي راح نسويه انه انا بعد ما قليت الهوت دوغ وخليتهم ياخذون بالزبده من المراعي، ضفتهم فوق الخس والذره والزيتون، بدي اضيف عليهم هلا بس الدريسنج اللي احنا سويناه، الماسترد مع اللبن. حلو. من طيبه، وبدي اقلبهم مع بعض واسكبهم بالصحن. اي صحن؟ انو صحن بدك؟ هذا. انا بقول هذا. هذا يس. تمام، خلي هذاك للرز. طيب حاضرين سيدي. اوكي، اذا هلا بنحركهم مع بعض. كثير زاكية. طب اقول لكم كمان شغله، هاي بتقدروا تسووها، بتقدروا تسووها كمان ساندويش. ممكن كمان. أوكي. والله يا شيف خميس، بس ريحتها عن جد طيبه. لا وراح تعجبك كثير بنت. موافقه. اوكي هلا حركناها وبدنا نسكب ونطلع لفاصل صغير. بالضبط. يلا يلا. رجعنا معكم من بعد الفاصل، وانا هيك زعلت شوي لانه لما مرات يطلع من اللايف كل التعليقات اللي كانت بتكون راحت، فهلا كل التعليقات اللي علقوها رجعوا علقوها من اول وجديد. بس شو بدهم يلحقوا؟ مش ضايل، مو ضايل كثير للحلقه. لا عارفينكم اصلا مين علق مين ما علقش. طلع بطل يفوت على اللايف. احسن خلص، انا اسفه يا جماعه، ضربنا عين. طيب طيب اوكي، قبل ما ناكل قتلين لا بمزح، خلينا هلا بس قبل ما نرجع لوصفتك شيف خميس، وقبل ما ناخذ مقادير الوصفه الاخيره، بس بدي اذكركم انه في معانا كمان منتجات سيليا كوزماتكس، واليوم انا حابه احكي عن إشي انا كثير بحب ريحته، وصراحه بدور على هاي الريحه تحديدا يعني بالمحلات ادواره، في اللي هي المسك الابيض والبيبي باودر او الباودر، فهاي الريحه بتحسها هيك ريحه نظافه وريحة كتير حلوة. هو هذا اللي عم نحكي عنه، هو مسك أبيض وباودر، هو لوشن مرطب للجسم وللإيدين، وكمان فيه هايرولونيك أسد. كتير مهم أنكم تركزوا على هاي النقطة أو على هذا الموضوع، هيك ولا هيك ولا هيك هيك هون. أوكي فركزوا لي على نقطة أنه فيه هايرولونيك أسد هون. أوكي هذا شوفوا يعني تابعوا معي، احفظوا شكل العلبة لحتى تجيبوا منه إذا أنتم بتحبوا ريحة الباودر والمسك الأبيض تحديدا. تمام تمام. هاي بالجيبة؟ خلاص يلا. اوكي يلا سلام. اوكي. بحب احكي لك انه انا بلشت انهي الوصفة. بدنا نروح لا على المقادير قبل ما ضروري بدي احكي لك. المقادير يلا. القهوة في عنا 3 باكيتات قشطة من ملودي، وعنا 6 حبات جبنة من المراعي، عنا معلقتين كبار قهوة سريعة التحضير، علبة حليب مكثف محلى، كوب كريمة حلويات، كوبين بسكوت مطحون، و3 باكيتات بسكوت. إذن شوف خميس أخذنا المقادير بس في تغييرات. لا هلا بحكي لك الديورينج اللي شو اسمه. تمام. طيب أنا عندي هنا الحليب المكثف المحلى، وبعدين حاطين عليهم الجبن الكريمية. تمام. أوكي من المراعي. طبعا بتقدروا تستعملوا المربعات اللي هي جبنة المربعات بالقشطة، أو بتقدروا تستعملوا هاي الجبنة برضو نفس الشيء. مزبوط 100%. أنا كنت بدي صراحة شو أسوي؟ كنت بدي أغطس البسكوت الباقي كمان بطبقة من
من بالقهوه يعني أوكي. زي الترمسو ستايل بس بعدين أوكي. بطلت هلا هلا رح نطبقها بطريقه كثير اسهل عشان ما يكونش فيها تعقيد صراحه موافقين. تمام عشان هيك في ثلاث باكيتات بسكوت انا حطيتهم بالاخر شلوهم للوصفه أوكي. عشان انتم تكونوا عارفين وممكن تحكي لنا الطريقتين اذا بدك بالضبط انا كنت بدي اغطس البسكوت عادي الحب واحطهم بال الجاط من تحت بعدين نحط الخليط تبعنا اللي احنا بدنا نسويه وبعدين نرجع نضيف هاي الطبقه على الوجه تمام. هلا خطر في بالي انه ليش بنعملها زي التشيز كيك نضيف عليها الحليب المكثف المحلى لهذا البسكوت اللي انا حاطط عليه كمان القهوه اوكي ونفردهم بعدين نضيف هذا الخليط على الوجه حلو حبيت الفكره كمان يس تمام اوكي اذا يعني هاي في ناس بتقدر تعملوها بالطريقه هذيك بتقدر تعملوها بهاي الطريقه الانسب لكم شو بتحبوا اكثر في مجال انكم تطبقوها باي طريقه انتم حابينها بس هي فكره المقادير انها نفس الشيء مزبوط 100% تمام هلا بدنا نضيف كمان كريمه الحلويات اكيد من المراعي طبعا جبنتنا من المراعي وكريمه الحلويات كمان من المراعي وحطينا معهم حليب مكثف محلى لحتى كمان كلهم نخلطهم هيك مع بعض مزبوط هلا نخلطهم وبننظف طاوله واحنا عم نستمتع بخلطهم موسيقى بسرعه إذن مثل ما لاحظتوا احنا خلطنا الكريمة مع الجبنة الكريمية وكمان مع الحليب المكثف محلى والشيف خميس بهذا الوقت حط الحليب المكثف محلى على باودر البسكوت وكمان حط عليهم القهوة بالضبط عندي هون البسكوت اللي انا طحنته اضفت عليه الحليب المكثف محلى حطينا عليه كمان شوية من القهوة سريعة التحضير السائلة نفردها هلأ في البايركس وبعدين اللي راح نسويه انه راح نضيف الخليط هذا عليه ونحطهم بالثلاجه حتى القوام عندي يتماسك تمام اذا اوكي قد ايه بنحطها بالثلاجه يعني قال لي 3 ساعات 3 ساعات بالضبط اوكي لازم القوام عندي هون يتماسك لا تنسوا هون الكريمه اللي احنا مستخدمينها هي الكريمه خلينا نقول كريمه الحلويات هي بتنمد بسرعه او قوامها بيتماسك معنا بسرعه اوكي تمام. فبدي افرد بس انا هاي الطبقه بعدين رح ارجع اضيف عليها هذا اضيف هذا القوام اللي احنا عملناه اوكي بنحط بعدين البسكوت المطحون مع القهوه والله سريعه على فكره يس. الوصفه هاي يعني ما بدها شيء ما بدها شيء لا اوكي بدنا نضيف هاي الطبقه على الوجه بس المشكله عشان القوام بعده مش متماسك منيح اوكي بس لما تدخل على الثلاجه رح تطلع معكم كثير طيبه يعني هم عارفين نحطوها بالثلاجه بعدين نحطوا عليها البسكوت بس بالضبط بالضبط احنا عشان ضيق الوقت وعشان الحلقه اضطرينا نعمل هيك طبعا بدي اعتذر لكل اللي قاعدين عم يتابعونا انه احنا اللايف وقف عندي فانا ما قدرت اكمل تعليقاتكم وبس رح اقول لكم انه احنا اللي بحبوا اللحمه هي هم صاروا من فريق الشيف خميس واللي بحبوا الدجاج من فريقي والمره الجايه اكيد رح يكون عندنا سؤال ثاني لكم لحتى نشارككم فيه ونحكي وندردش فيه معاكم اكثر مزبوط شيف خميس اذا هاي الوصفه وبدنا نسكب التشيكن ستراغانوف وتذكرنا بوصفاتك اللي عملتها اليوم بالضبط بس خليني اضبطه هون شوي تعطيني هذا الجاط من عندك بليز اوكي ولا يهمك اوكي احنا اليوم عملنا ثلاث وصفات وصفتنا الاولى كانت هي خلينا نقول بصدورة الدجاج اللي سوينا فيهم التشيكن ستراغانوف تشيكن ستراغانوف احنا عملناه مع الخضار كانوا فلفل حلو ملون وفطر بصل ما حطينا مخلل الخيار احنا بهاي الوصفه بتقدروا تضيفوا للناس اللي بيحبوا حطينا معجون البندوره والكريمه كانت من المراعي وصفتنا الثانيه كانت هي سلطه الهوت دوغ من الوادي الدريسنج كان بلبن من طيبه
والخضرة اللي كانت موجودة هي زيتون شرائح وكمان البندورة الكرزية والذرة. واخيرا عملنا حلى هيك خفيف لطيف، هو حلى القهوة استخدمنا منه طبعا الجبنة الكريمية من المراعي، وكمان استخدمنا فيها القهوة سريعة التحضير. ان شاء الله وصفات اليوم تكون عجبتكم، صحتين والف عافية. أبدعت بوصفاتك شيف خميس، يسلموا إيديك على الوصفات الطيبة، وأكيد شكرا لكل اللي تابعونا اليوم بحلقتنا، ويعني إحنا رح نكون معكم بحلقة جديدة طبعا بكرة، تابعونا كمان بحلقة جديدة من صحتين وهنا، وكمان أنا الشيف خميس رح نلتقي فيكم إن شاء الله يوم الأربعاء بحلقة جديدة وبسؤال جديد. منودعكم، باي باي.